يقول: هل الفطرة التي هي التوحيد تكون حجة على الذين لم يصلهم الإسلام أم يكونوا من أهل الفترة؟ من أهل الفترة، يكونون من أهل الفترة الذين لم يبلغهم شيء، منقطعون عن العالم ولا يصلهم شيء من الأخبار ولا يسمعون شيء في مجاهل من الأرض، هؤلاء هم اللي ما بلغهم شيء ولا قامت عليهم الحجة. نعم.